توج ب13 بطولة منذ أن انطلق بالمسيرة، وأولى أشواط فريق الحلال كانت في ميدان الغريفات في موسم عام 2010. ما شاء الله تبارك الله، هذه الخيول العربية المحلية. العربية المحلية في التصوير يعدون العدة على صهوة برق بن كحيلان والكحيلة للمالك محسن علي سعيدة المدرب محمد غنايم. القيادة ستكون لأو السواعد ما شاء الله. جراح أيضا أمام برج ومنصة التعليق وكاميرا التصوير جراح بن سيف، ومبروكة للمالك صلاح عودة من قلنسوة مدرب أبو الأوس شادي عودة. غنايم التعريف أبو الأوس شادي عودة عرفناه وشهدنا له في ميدان برديس حنا آنذاك في زمن قد مضى يا أبو الأوس. تحيات ناشد عودة لفرسان قلنسوة والمثلث جراح الذي شارك هذا الموسم بخمسة مشاركات على أرضية ميدان الأحلام وفي المطار أيضا يعود يشارك في البطولة تحت إشراف تدريب شادي عودة أبو الأوس الملك صلاح عودة. القيادة لعمر الحسون أمام برج التصوير أيضا بن كريم الدسبرادو والكحيلة للمالك رامي المدرب والقيادة لأيهم. ما شاء الله تبارك الله يا سمير. يا سمير ما شاء الله تبارك الله، هل سوف يفوح عبيري وعطر الياسمين بسابع أشواط ميدان الأحلام؟ ما شاء الله تبارك الله. أوس سواعد مع برق ابن كحيلان والكحيلة للمالك علي سعيد أبو حسين مدرب محمد غنايم والقيادة لأوس. ما شاء الله تبارك الله، برق شارك في عدة مواسم ومضامير حاصل على بطولات كثيرة مراتب أولى وثانية كثيرة. ما شاء الله برق للمالك أبو حسين علي سعيد من مشية زبدة. ياسمين ما شاء الله مع الخيال أيهم المالك رامي مدرب أيهم والقيادة لأيهم. ياسمين بنت كريم الدسبراد والكحيلة عمر الحسون مع جراح ما شاء الله بن سيف، ومبروكة للمالك صلاح عودي من قلنسوة المدرب شادي عودي أبو الأوس أيضا من قلنسوة والقيادة للقبطان عمر الحسون. يلا زنور استعجل زنور. النور على صهوة كحيلان ينطلق بعملية الإحماء بن مهيب الجمال والكحيلة للمالك ياسر قبلاوي المدرب يزن والقيادة للصقر زنور. ياسمين مع أيهم، برق مع الخيال أو السواعد. باقي اللحظات لتفتح بوابات خيول المجموعة السابعة.
وفعلا اخواني ينطلق الشوط السابع على بركات الله رباعيه منذ البدايه. يا سلام، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. والسواعد مع بركه متصدر هذا الشوط من البدايه، كحلال مع زنور بالمراتب الثانيه، بل هو عمر الحسون مع جراح الان متصدر هذا الشوط مع عمر الحسون. يا سلام، كحلال بالمراتب الثانيه يتلقى بحذر شديد مع الصقر زنور. الخيول دخلت المنعطف الاول. يا سلام، بسم الله ما شاء الله. برقة مع الخيال او السواعد يسحب نحو المراتب الثالثة. يا سلام، يا سمين ايضا تنضم الى الثلاثية الامامية، الا ان جراح ياب التنازل عن المرتبة الاولى. اكحلال ما يزال بالمراتب الثانية. ها هي الخيول اقبلت نحو الخط المستقيم، جراح من الداخل، اكحلال من الخارج. يا سلام، يا جراح، جراح يا جراح، جراح يا جراح. برقة دفع من الخارج معه السواعد. برقة جراح واكحلال، برقة جراح واكحلال، جراح اكحلال وبرقة، جراح اكحلال وبرقة. بل هو جراح، بل هو جراح، جراح بطل خيول العربية المحلية. اكحلال بالمرتبة الثانية وبرق بالمراتب الثالثة. جراح انطلق اولا وحل اولا مع القبطان، مع فرانك العرب الخيال عمر الحسون. مبروك لفرسان قلنسوة، مبروك لصلاح عودة، مبروك لابو الاوس شادي عودة. ما شاء الله تبارك الله. جراح ومسلم كاسات ابو الوردة من محلات ابو الوردة، محمود ابو الوردة من قلنسوة سيتوج كوس هذا الشوط، وتقديم ايضا فيتامينات تكمله غذائيه للخيول. ما شاء الله تبارك الله. جراح 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 يا جراح يجرح خيول. وشوط السابع ببطولة ميدان الأحلام، يتربى على عرش البطولة مع القبطان عمر الحسون. مبروك لصلاح عودة، مبروك لأبو الأوس شادي عودة، مبروك لفرسان قلنسوة وللمثلث أيضا. ألف ألف مبروك مع بطل هذا الشوط جراح. ما شاء الله، محمود أبو الوالد من قلنسوة يقدم مجموعة فيتامينات ويتوج كؤوس المراتب الأولى الثانية والثالثة من الشوط السابع. مبروك لصلاح عودة، لشادي عودة ما شاء الله، بحضور علي أبو حسين من مشية زبدة أيضا. ما شاء الله تبارك الله. جراح يضيف إلى رصيده الفوز الرابع على التوالي هذا الموسم. ما شاء الله تبارك الله. صور تذكارية وجماعية مع جراح للملاك والمدربين لإدارة ميدان الأحلام بحضور أكرم عواودة والعدان. ما شاء الله تبارك الله. جراح مبروك، ألف ألف مبروك. مرتبة الثانية كانت كحلال، وصيف البطل كحلال ابن مهيب الجمال، ولكحلال الملك ياسر قبلاوي، المدرب يزن قبلاوي، القيادة كانت لزنور الذي اكتفى كوصيف بطل هذا الشوط. يتوجون فرسان قلنسوة بحضور شادي عودة، ابو الاوس ومحمود ابو الورد. ما شاء الله تبارك الله. كحلان مرتبة الثالثة لبرق، ابن كحلان ولكحلان المالك علي سعيد، المدرب محمد غنايم، قيادة كانت أو السواعد. ما شاء الله، برق اللي اندفع بالأمطار إلى أخيرة إلا أنه اكتفى بالمراتب الثالثة كنائب وصيف بطل هذا الشوط. مبروك، ألف ألف مبروك المالك علي سعيد أبو حسين. ما شاء الله، برق. إذا ننتقل إلى الشوط الثامن. الشوط الثامن مفتوح درجات جيل الثلاث سنوات مواليد عام 2019، عز البادي، أركوم، صقر غزال الهيبي، وشيخ الجمال. نترك التعليق.